بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم علي ناصر من جروب سوليد وورك لايف. هنبدأ نشرح النهاردة سوليد أساسيات في السوليد أو مدخل للسوليد وورك سيموليشن. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. دي النقط اللي هنتكلم عليها دلوقتي، أهمية المحاكاة للتصميم سوليد سيموليشن من خلال سوليد سيموليشن. تمام، ماذا يعني بالاف اي اي، ومفاهيم اساسيه لتحليل الاجهادات والتطبيقات عمل ايه. ده التيبل اوف كونتينس بتاعنا اللي هنمشي عليه. تمام، اول حاجه ايه اهميه التصميم، ايه اهميه المحاكاه للتصميم. تمام، طيب دلوقتي انت عملت بالطريقه العاديه، ما استخدمتش كاد او اي حاجه، عملت التصميم بتاعك وبعد كده قمت عامل نموذج بروتوتايب وبعد كده اختبرته وبعد كده انتجته، فشل محققش اللي انت عاوزه، رجعت تاني عملت نفس القصة. ده بالطريقة التصميم العادية. لكن لو انت استخدمت بقى برنامج، استخدمت التصميم من خلال الكاد او المحاكاة على برنامج كاد، هتوفر كتير جدا. يعني هتوفر فلوس، هتوفر الوقت بتاعك اللي انت بتحاول وتخطأ وتحاول وتخطأ ترايل اند ايرور، ومش هيظهر معاك مشاكل، اللي انت هتقدر توصل للأوبتيمم ديزاين. تمام، دي أهمية المحاكاة للتصميم أو السيموليشن. طيب دلوقتي يعني ايه FEA؟ FEA هي Finite Element Analysis أو تحليل عناصر محددة. معناها ايه برضو؟ بنترجمها، مش معناها finite. نعرف التعريف بالانجليش الاول: is a numerical technique for solving field problems described by a set of partial differential equation. يعني ايه ال solid simulation او simulation express او simulation عموما مبني على اساس ال finite elements. finite elements ده بيعمل ايه؟ بيحول النموذج او الجسم او الرسمة اللي انت عملتها لمسألة رياضية. تمام، من خلال بيحولها في شكل معادلة partial equation اللي احنا خدناها في الكلية، كنا فاكرين ممكن ملهاش لازمة، لأ ليها لازمة بتستخدم. الطريقة دي بتعتمد على انها انت بتحول الموديلنج لمسألة رياضية على شكل معادلات تفاضلية. تمام، وبتتميز الطريقة دي عن الطريقة التحليلية بدقة النتائج. يعني الطريقة العادية اللي انت تمسك ورقة وتقعد تحلل متدكش النتائج الاكيوريت، وساعات بتطلع خطأ كمان، لكن finite elements بيديك النتائج المظبوطة. طيب لما بنقول finite elements بنقصد تشير الى عنصر، نقصد العنصر. يعني بنقسم الجسم لمجموعة من العناصر، كل عنصر بيتسمى finite elements. طيب السوليد بقى، كلمة سوليد بتشير في الكاد، بتشير الى الشكل في الكاد داخل البرنامج. اي برنامج كاد في البيئة بتاعته بنسمي السوليد، بنشير للسوليد بانها شكل او الجسم. طيب بيدينا بقى ال FMT ال finite elements ده بيدينا نتائج في صيغة إزاحة وإجهاد. دي مفاهيم أساسية المفروض إن أنت تكون عندك فكرة عنها، بس احنا نفترض إن أنت مفيش. نبدأ من الأول. أول حاجة يعني إيه ميشنج؟ ميشنج هي عملية تقسيم النموذج الرياضي لمجموعة من العناصر، وبتعتمد على حسب نوع التصميم. يعني ايه؟ شايف ده جسم كده اتقسم لمجموعة من العناصر، كل عنصر من دول واخد شكل هرمي ثلاثي ليه 4 أوجه. يعني جزء ده عنصر اهو اتقسم هرم ثلاثي بـ4 أوجه، بيتسمى تيتراهيدرال سوليد إيليمنت، وده بيبقى شكله، بيبقى فيه منه أنواع. هنعرف الكلام ده، نركز بس الاول ان احنا عرفنا ان الفاينايت امس بتتقسم ل بت... بت... من خلال بتستخدم المش وبتتقسم لعدة عناصر، كل عنصر على شكل هرم. النوع انواع المشينج، النوع الاول
سوليد مش، وده بيستخدم للأجسام الصلبة. يعني ده كده سوليد، شكل ده سوليد مش سيرفس، يعني مش ملوش، مش مفرغ من الداخل. تمام، في لحمية جوه. بيتقسم لنوعين، الميشنج بتتقسم لنوعين، عندك درافت كواليتي، دي هاي كواليتي او فيرست اوردر وسكند اوردر. تمام، نادي فيرست اوردر بيبقى عبارة عن الهرم زي ما احنا عارفين، واربع نقط. تمام، والديفورميشن او التشوه ما بيبقى يعني قبل الديفورميشن وبعد الديفورميشن ما بيتغيرش شكله. ليه بقى؟ لان الكونستانت، لان انت بتعتبر ان الاستريس كونستانت والسترين اليمنت. تمام، النوع التاني ده بيبقى هاي كواليتي، ده النوع ده نوع من مش، يعني ما تسرحش معايا. ده النوع الأولاني أهو في الكورز، مستخدم في الكورز. والنوع التاني في الفاين أو في الميديوم، بيبقى يظهر في الميديوم أو في الفاين. تمام، النوع التاني بيبقى ليه 10 نقط، 10 نود، وحواف، وحواف بتتغير بعد التشكيل. يعني النص ده هنا ثابت، لا هنا بيتغير، بيديك شكل بارابوليك، فبياخد الجسم بيقسم الشكل إلى نموذج بمنحيات. تمام، اللي بيبقى لينير ستريس وبارابوليك سترين. الكلام ده مهم ولازم نركز فيه عشان يبقى عندك كونسبت كويس. أنواع الميشنج، النوع التاني احنا اتكلمنا الأول عن النوع الأولاني اللي هو في حالة السوليد. حالة اللي انت بتستخدم سيرفس يبقى هيبقى اسمه النوع التاني اسمه شيل مش. تمام، وده بيستخدم مع حالة السيرفس، بيبقى شكله مثلث كده. دي مقارنة بين النوع السوليد والنوع بين نوع السيرفس والسوليد. في الرتبة الأولى اللي انت خدت كورز رديء شوية المش، اما ده في النوع التاني سكند اللي هو فاين. تمام، ده هنا في حالة السيرفس وده في حالة السوليد، ده اللي هنركز عليه اكتر. نعرف حاجة كمان اسمها degree of freedom او درجات الحرية. كل جسم ليه 6 درجات حرية، بتقسم تلاتة انتقالية، تلات محاور. يعني عندك 6 درجات حرية، 3 على المحاور و3 دورانية. ازاي؟ يعني عندك اكس او رايح جاي، ادي كده حركة اهي، دي حركة خطية رايح جاي، في حركة دورانية كده 2، يبقى محور اكس عليه حركة خطية وحركة دورانية، ونفس الحكاية محور واي عليه حركة خطية وحركة دورانية، برضو بالنسبة للمحور زد حركة خطية وحركة دورانية لو المكعب بيتحرك من نقطة الأصل. تمام، يبقى عندنا هنا كل جسم ليه 6 درجات حرية، 3 انتقالية و3 دورانية. طيب في المش بقى، اللي هي المش اللي الفاينايت اليمنتس بيتقسم لمشز، كل نود اللي احنا اتكلمنا عنها النقطة ديت، دي النقطة دي بتسمى نود. تمام، بيبقى ليها 3 درجات حرية في حالة السوليد و6 درجات في حالة المش. هنفهم الكلام ده قدام. هنراجع برضو مراجعة تاني سريعة، يعني ايه حمل؟ الحمل اي مؤثر خارجي بيأثر على تغيير حالة الجسم بيتسمى حمل. external force acting او a machine part، ده حمل. والحمل ده بيتقسم لأنواع، في حمل ممكن يبقى قوة شد، ممكن يبقى ضغط، ممكن يقص، ممكن تاني التواء، تصادم، وقوة وزن. تمام، الكتلة أو الوزن، الكتلة أو الوزن، في confusion كده أو ناس على طول بتلخبط يعني ايه بين الكتلة والوزن، ما بتفرقش منهم كويس. لازم تفهم ان الوزن قوة وفيكتور ليه مقدار واتجاه. الوزن قوة بوحدته نيوتن، اما الكتلة فهي مقدار فقط كيلو جرام. يعني دلوقتي انت معاك حاجة عاوز توزنها، ما ينفعش تقول هوزنها، اعرف كتلتها كام. يعني معاك حاجة معينة 5 كيلو، انت وزنك كام؟ ما ينفعش تقول انت وزنك كام، انا كتلتي كام.
تمام. نخش على الإجهاد الإجهاد أو الاسترس أو السترين. معنى واحد، الاسترس أو السترين هي قدرة المادة أو الجسم على تحمل الحمل المؤثر عليه. الإجهاد عموما بيبقى قوة على مساحة، تمام. والإجهاد ده أنواع، وأول نوع أول نوعين ممكن نتكلم عنهم الشد والضغط. هنا تقريبا الناس بتوع ميكانيكا، الناس بتوع إنتاج أكتر، فخدوا الاختبار ده، اختبار الشد. جزء دوت عندك بار كده، عمود كروس سيكشن دائري، اتشد بقوة من هنا، اتحصل له استطالة وعمل نك هنا اهوت الجزء الرقبة ده. جهد الشد هيساوي الفورس على المساحة. المساحة ايه؟ المساحة الثابتة، تمام. مساحة ممكن تحسب على المساحة اللي قبله والمساحة الكروس سيكشن المؤثر. نفس القصة هنا في الضغط، في قوة على مساحة، مساحة الكروس سيكشن دوت. حصل تفلطح هنا، هنا حصل شد، حصل تمدد. جهد القص ده بيظهر في وصلات البرشام والوصلة بتاع زي اليوك ديت، وممكن جزء هنا بلتين وعليهم بن بتقص شد اتنين قوة في اتجاهين مختلفين، تمام. ممكن برضو المنظر ده والقوة دي اتحلل القوتين قص مزدوج. وبيظهر برضو في البيرسينج في التخريم، بيتسمى بقى جهد القص ده شير ستريس. شير ستريس بيبقى التانجنشال فورس على الريزيستنس اريا. يعني الفورس ديت مثلا 80، ايه الاريا اللي مأثر عليها؟ الجزء ده، الحتة دي كام؟ الحتة ديت باي في دي في تي، تمام، اللي هي السمك ده، تمام. نفس القصة هنا، باي في دي في تي الجزء ده. هو ده مش موضوعنا قوي، بس انا لازم تفتح، لازم الاساسيات دي تكون عندك، تمام. في جهد اسمه البيرنج ستريس او كراشنج ستريس، الجهد البريء. الجزء ده لما بتشد كده تقص، بيحصل ممكن يحصل هنا شرشرة كده، تمام. بيتحسب برضو بالجزء دوت. لو انت في وصل البرشام هتحسبه بالطريقة دي، لو في البيرنج هتحسب بالطريقة دي. جهد التصادم الامباكت، وده بيظهر مثلا في جزء حصل عليه لود، خبطته بحاجة فجأة، تمام. بيظهر عندك حاجة اسمها جهد التصادم او امباكت ستريس. امباكت ستريس ده بيعتمد على البوتنشال انرجي، حركة طاقة الوضع، والكيناتيك انرجي طاقة الحركة برضو، تمام. ممكن تبص عليه في كتاب كورمي، الكلام ده الصورة دي مقصوصة من كارمي. كارمي هتلاقي فيه التفاصيل أكتر لو حابب تبص. جهد الالتواء، جهد الالتواء ده بيظهر مثلا لو عندك عمود زي ده ومتثبت في اتجاه، تم ليه اتليه بجهد بقص بجهد قص، هيظهر معاك حاجة لازم تاخد في حسابك جهد الالتواء، تمام. ده بيظهر غالبا في الشافت، في البيم، وبيتحسب بالطريقة دي. جهد الانحناء او البندنج ستريس، البندنج ستريس بيظهر في البيمز وبيظهر في الشافت، وممكن انا يبقى كابولي، ممكن يبقى متقسم معمول على اتنين هنج، البيم على اتنين هنج، هيظهر معاك جهد الانحناء. يعني انا هنا في كابولي بيظهر جزء اللي فوق بيبقى عليه شد وجزء عليه ضغط في الانحناء، وده هنا برضو بيوضح عزم الانحناء. لما بناخد نبذة سريعة مش بنتكلم بالتفصيل، لو عاوز الموضوع ده بالتفصيل حاول تبص عليه. ان هنا العزم الانحناء الام على الاي تساوي السيجما على الواي اي على ار، لا ده عزم الانحناء على المومنت اوف انيرشيا، والمومنت البندنج ستريس على الديفليكشن او المسافة الناتشورال اكسس، خط التعادل اللي حصلت
في اي لما عامل يونج على الار، الار ده radius of curvature، دي قيمة ثابتة تمام. الانفعال او التشوه، الانفعال او التشوه اللي هو strain او deformation. strain دوت انت معاك جزء زي دوت حصل، عملت له استطالة بقوة شد، طول الاساسي اتغير لطول ال واحد تمام، بتحسب يبقى دلتا ال على ال. تاخد برضو في علمك ان السترين ده هو التفاضل للازاحة. طيب في حاجة اسمها معامل التمدد الحراري او coefficient of thermal expansion. انا بتكلم بسرعة جدا عشان الموضوع كبير وعاوزين ناخد نبذة بسرعة سريعة. change in normal strain per unit temperature. طيب هو نفس السترين بس على درجة الحرارة بتاعته، وده بيظهر في الحاجات اللي بتتعرض لدرجة حرارة لازم تحسب لها ال coefficient thermal، معامل التمدد الحراري تمام. الباكلينج، الباكلينج اللي هو الانبعاج أو التقوس ده، وده بيظهر نتيجة ضغط كبير على جسم، وغالبا بيكون الجسم ده طويل زي أذرع المكابس وأذرع التوصيل. يعني مثلا زي هنا زي ما شايفين السبرينج ده حصل عليه ضغط مفاجئ، مرجعش تاني، مرجعش لحالته، حصل elastic instability، عدم استقرار في الحالة، حالة المرونة، مرجعش تاني، خدت شكل المنبعج ده، المنبعج أو المقوس. فهو ده معنى الباكلينج، وهو بيبقى ليه كذا حالة زي ما شايفين هنا، وممكن وبيتحسب، وده طريقة تصميمه ومعاملات الأمان بتاعته. الزحف، الزحف دي خاصية بتظهر في الأجسام اللي في القطع مثلا اللي بتتعرض لدرجات حرارة عالية وعلى فترة طويلة. يعني أي عندك قطع بتتعرض لدرجات حرارة عالية وعلى فترة طويلة لازم تاخد في اعتبارك في التصميم على الكريب تمام. ده بيظهر في الكومباشن انجن والبوليار تيربينز. ايه خاصية المنطلية دي؟ المنطلية دي هي قدرة المادة على الاستطالة عند تعرض لقوة شد تمام، وبتظهر وبتبقى موجودة في الصلب والنحاس والألمونيوم وهكذا. الهشاشية هي الخاصية اللي تجعل المادة تنكسر قبل تغيير ملحوظ في الشكل تمام. يعني ايه؟ في مواد بتتكسر على طول ما بتقدرش تستحمل جهات شد. الممطلية هنا الدكتيليتي بيشيل جهات شد بسهولة تمام، لكن بيبقى الجهاز الضغط عليه ما بيبقاش قوي، ما بيبقاش بنفس مقدار جهات الشد، بعكس البريتل. البريتل المواد البريتل بتبقى عكس المواد الدكتايل. البريتل ما بتقدرش تشيل شد، لكن تقدر تشيل ضغط، يعني زي الزجاج والحديد الزهر. عشان كده بنلاقي القواعد بتاعة المكن معظمها معمولة من حديد الزهر عشان تشيل ضغط، ما بتشيلش شد. في خاصية تانية اسمها الملابيليتي أو الطرقية، وهي قدرة المادة على أن يحدث لها تغيير لدن كبير تحت حمل الضغط، أي قدرة المادة على التفلطح. يعني دي عكس الممطلية الدكتيليتي. الدكتيليتي بيتشد وطوله بيزيد، هنا انت بتضغط فبيحصل تفلطح للكروس سيكشن. معامل يونج، معامل يونج دوت او معامل المرونة او هوكس لو بيتحسب السيجما الاجهاد على السترين، على الانفعال، وبيبقى ثابت. القيمة دي بتبقى ثابتة، بيبقى كل المعدن ليه اليانج مودلس أو معامل المرونة بتاعته. يعني في حالة الستيل كذا، وفي حالة الرف ايرون كذا، وهكذا تمام. الفتيج أو الكلل بالعربي، الكلل أو التعب، هو الانهيار المفاجئ suddenly failure، انهيار مفاجئ للعناصر الإنشائية المعرضة لأحمال متكررة أثناء التشغيل بعد عدد من الدورات. يعني أي جزء بيتعرض لريبيتد لود ومع فترة تشغيل عالية لازم
لما تيجي تصمم تصممه على الفتيج، يعني زي الخاصية دي بناخدها في الاعتبار في تصميم الشافت على طول، بيدور في مع فترة زمنية عالية الكونكت رود والسبرينج والجير، نفس الكلام ده لازم نصممه على الفتيج دايناميك لود، ما نصممش على الستاتيك لود. تمام. الفيكسد ريسترين او الكيود، يعني ايه الفيكسد ريسترين؟ الفيكسد ريسترين يعني الجزء اللي بيقيد الحركة في جميع الاتجاهات، بيبقى عنده النقطة دي بتبقى عندها زيرو ديجري اوف فريدم، زيرو ديجري اوف فريدم، مفيش اي درجة حرية، بيقيد الجسم. تمام. دي نظرة كده سريعة على السترين استريس سترين كيرف لكل معدن. يعني عندك الصلب بيبقى كبير من المنظر لفوق ده، والألمونيوم ده الكيرف بتاعه، والنحاس والحديد الزهر بيبقى واخد كده شكل ستريس سترين، والزنك الجزء اللي تحت دوت. ودي نظرة برضو تاني سريعة المواد المنطولية، بيبقى الكيرف بتاعها بالشكل ده، وتبقى موجودة غالبا في الصلب الطري. والمواد النص منطولية أو half ductility بتبقى الكيرف بتاعها بالشكل ده، وبيبقى موجودة أكتر في الصلب عالي المقاومة. تمام. المواد الجيم دوت مواد البريتل بيبقى واخد الشكل الكيرف بتاع بيبقى واخد الشكل ده، تبقى زي الحديد الزهر نفس. والمواد ديت المواد المرونة بتاعتها عالية جدا، بتبقى واخدة الشكل ده برضو خط مستقيم، دي بتبقى زي المواد المطاط والمواد البلاستيكية. تمام. دي وده دراسة كده مثلا على كيرف سترين سترين لصلب طري. جبنا عينة سبيسمنت في النقطة دي، لسه ما حصلتش تشكيل. النقطة ايه دي تقريبا؟ دي نقطة اليلد بوينت، حصل بعديها التشكيل الكروس سيكشن ده صغير، فضل يصغر لغاية ما حصل عند النقطة ايه كسر. تمام. في حاجة بقى اسمها البروف ستريس. بروف ستريس لو رجعنا تاني كده للصفحة اللي فاتت هنلاقي ان هنا في المواد الصلب العالية المقاومة مش عارف حد اليلد بوينت بالظبط، يعني هنا اليلد بوينت هي ظاهرة، هنا اليلد بوينت مش ظاهرة. ملحوظة برضو ان الكاست ايرون الحديد الظاهر ملوش يلد بوينت، ملوش نقطة خضوع. الصلب ليه نقطة خضوع، الحديد الظاهر ملوش نقطة خضوع. تمام. بنعمل طريقة عشان نحدد بيها اليلدنج ستريس، اللي احنا بناخد ان بنقول ان الانفعال او الاسترس بيساوي 2 من 10% من السترين. ناخد خط موازي لدوت ويقطع هنا في نقطة، النقطة دي تبقى هي اليلدنج ستريس او البروف ستريس. تمام. الكسور الذاتي، الكسور الذاتي ده او الانيرشيا هي مقاومة الجسم للحركة. يعني ايه مقاومة الجسم للحركة؟ مثلا لو انت واقف في مترو، المترو بدأ الحركة بتاعته، انت بتتهز كده، بتاخد تروح وتيجي. تمام. ليه بقى؟ عشان تبدأ تاخد سرعة بتاعة الجسم بتاعة المترو نفسه، تبقى انت سرعتك هي نفس سرعة المترو. طب ليه الهزة دي؟ هي دي الانيرشي، هي دي الكسور الذاتي. هي فانت لما بتروح وتيجي كده، انت كده الانيرشيا بتاعتك بتحاول تعليها مع الانيرشيا بتاعة بتساويها بنفس الانيرشيا بتاعة المترو. طيب في حاجة اسمها ستافنس أو الصلابة، ودي خاصية مقاومة المادة لأي نوع من التغيير، بتقاوم المادة لأي نوع من التغيير في الشكل، وتعرف المادة الصلبة بأنها تتحمل أحمال عالية. يعني أي مادة بتقاوم التغيير الشكل بيبقى دي الستافنس بتاعتها عالية. طب الطافنس دي مهمة جدا برضو، قدرة المادة على مقاومة الصدمات. أي جسم مثلا خبطت صدمة ما تأثرش فيه، يبقى الستافنس بتاعته عالية، المتانة بتاعته عالية، لأنه امتص الطاقة اللي اتخلطت فيه. تمام. الريزيلينس دي قدرة المادة على امتصاص الطاقة المرنة. يعني
بتبقى في هي بتبقى في منطقة المرونة. يعني انت قدرة اي مادة بتقدر تمتص القوة اللي أثرت عليها وترجع تاني لنفس الشكل بنسميها الريزيلينس. طيب الهاردنس، الصلادة الهاردنس هي المادة، صلادة المادة هي الخاصية التي تمكنها من الاحتفاظ بالشكل السطح سليم متماسك تحت تأثير الأحمال. تعرف الصلادة بأنها قدرة المادة لمقاومة البري تحت نتيجة الاحتكاك أو الخدش. تمام، انت دلوقتي اي جسم اتعرض لاحتكاك او قشطه كده وما تحصلش عليه اي حاجه، يبقى دي الصلاده بتاعته عليها. تمام، الطفنس هنتكلم برضو عليها برضو نبذه سريعه كده. احنا اتكلمنا تعرفها اللي هي بتقدر تمتص الطاقه، اي صدمه اي خبطه كده على اي جسم وما تاثرش يبقى ده الطفنس، المتانه بتاعته عليها. طيب لو بصينا كده في المواد الممطرية زي الصلب هنلاقي هنا الطفنس بتاعته عالية. المنحنى، المساحة اللي تحت المنحنى دي area under the curve دي هي الطفنس. فلو مشينا يمين كده الطفنس كبيرة هنا في المواد البريتل، لو مشينا يمين الطفنس قليلة. طب بس مش معنى كده ان المقاومة، يعني في فرق بين المقاومة والمتانة. المتانة بتاعت المواد البريتل أعلى من المواد الدكتايل. يعني لو قارنا كده هنا ده صلب متوسط كربون يبقى متوسط مقاومة ومتوسط متانة، أو امشي يمين كده دي المتانة بتاعته متوسطة مش للآخر، دي أقصى متانة عند النقطة دي. تمام، والشمال بيعرف المقاومة هكذا. ده في الصلب منخفض الكربون، الصلب منخفض الكربون بيبقى المتانة بتاعته عالية جدا، ادي المتانة العالية بتاعته، لكن المقاومة بتاعته قليلة. او شمال، لو دخلنا شمال مش هنلاقي نفس القصة هنا. الصلب عالي الكربون المتانة بتاعته قليلة مش كبيرة، او يمين مفيش، لكن المقاومة بتاعته عالية شمال. الحديد الزهر برضو بيبقى المتانة بتاعته متوسطة والمقاومة متوسطة. طيب في حاجة اسمها بوزو ريشيو، دي معنى دي بتبقى ريشيو بين الليترال سترين واللينير سترين. يعني ايه ليترال سترين واللينير سترين؟ لينير سترين ده بيظهر في جهة الشد، لما بتشد مثلا بار زي ده قطر معين، القطر ده دي بتصغر ايه، والال بيطول بيبقى بيزيد زائد دلتا ال. تمام، ده كده اسمه اللاترال، اللينير اسف. اللاترال بقى بيبقى عكسه، في لو عرضت ضغط هتلاقي ان الدي بيزيد، حمل ضغط هتلاقي الدي بيزيد والال بتطول. طيب وليه قيم ثابته لكل ماده ليها البوزوريشن بتاعها. تمام، وفي البرنامج احنا لو ما حطيتهاش بيعتبرها زيرو. طيب في حاجة اسمها شير اوف او شير مودولس اوف شير او معامل الجساء. معامل الجساء ده بيعبر عن صلابة المعدن او مقاومتها للتشكيل بتأثير قص. يعني اي ما بيبقى في عندك اي جهاد قص دايما بتفكر في حاجة اسمها معامل الجساء. معامل الجساء ده بيبقى جهاد القص على انفعال القص. تمام، ودي معادلة كده وهو قيمة ثابتة برضو لكل المعادن. وفي حاجة اسمها برضو السيرمال كوندكتيفيتي، ودي خاصية التوصيل، ودايما بناخدها في اعتبارنا للمواد اللي بتتعرض لدرجة حرارة وبتبقى ليها قيمة ثابتة لكل معدن للثيرمال كوندكتيفيتي بتاعته. تمام، معامل الامان او السيفت فاكتور. السيفت فاكتور دوت في حاله لو احنا بنشتغل على ماده داكتايل زي الستيل يبقى اليلد بوينت على الديزاين ستريس. معنى ايه؟ السيجما ديزاين، اسف، الفاكتور ده سيفتي نعتبره ان. تمام، بسبب السيجما ييلد
على على السيجما ديزاين اللي انت على الاجهاد اللي انت حسبته على على الجسم نفسه. يبقى في حالة المواد الدكتايل بنحسب على بنحسب على اليلد ستريس، لكن في حالة المواد البريتل بنحسب على الالتيميت ستريس، لان ملهاش نقطة خضوع، ملهاش يلد، ملهاش اجهاد خضوع. تمام. تقريبا بيبدأ التصميم، مثلا لو انت بتصمم على المواد الدكتايل بتاخد واحد ونص، لو لو بتصمم على المواد بريتل بتاخده 3، ولو عاوز النتيجة مظبوطة جدا بتاخد بتاخده من الجداول على حسب اللود، اللود ستاتيك ولا دايناميك ولا ايه نوعه، صدمي شوك. تمام. غالبا يعني ما تقلش عن 1.5 في العموم يعني. طيب، في نظرية اسمها نظرية فون ميسس سيري يلد كارتيري. فون ميسس ده عالم وعمل نظرية ان هو يعاير اقصى اجهاد محسوب، يعاير الاجهاد اللي انت حسبته على السطح على الجسم اللي انت اللي صممته، وجهاد الخضوع للمادة بتاعته. تمام. بيعايره بالنسبة للسيفتي فاكتور. طب امتى امتى استخدم النظرية دي؟ النظرية بتاعت فون ميسس دي بستخدمها في المواد الداكتايل زي الستيل بأنواعه يعني. تمام. الفون ميسس بستخدمها في المواد الداكتايل، ودي حساباتها. طبعا احنا مش هيهمنا الحسابات، البرنامج هو اللي هيحسب كل حاجة، بس احنا بناخد فكرة نبذة كده عنها. هو بيقول ان كل وجه من المكعب ده عليه 3 اجهادات، اجهاد عمودي واتنين اجهاد قص، مركبتين قص واجهاد عمودي، يعني برضو اجهاد عمودي على السطح ده ومركبتين قص، وهكذا. بتحسب السيجما ديزاين او الايكوفلنت. تمام. وتقارنها بالسيجما يلد او جهاد الخضوع للمادة اللي بيبقى قيمة ثابتة، قيمة ثابتة لكل قيمة معلومة في جداول، كل مادة ليها جهاز القدوة بتاعها. تمام. ونحسب السيفت فاكتور، أو احنا نحط السيفت فاكتور، نفرض السيفت فاكتور ونحسب الكي فاكتور الستريس. دايما كده هو مثلث الديزاين. مثلث الديزاين بيبقى عبارة عن ايه؟ دايمنشن، و ستريس، و دايمنشن وستريس. يعني عندك 3 حاجات لما تيجي تفكر فيها، لما تيجي تفكر تصمم اي حاجة. دايما لما تيجي تفكر في التصميم بيبقى عندك 3 حاجات، دايمنشن وستريس وماتيريال. تمام. بتفرد 2 وتحسب التالت. دي نظرية البرينسبل ستريس. برينسبل ستريس ديت بنستخدمها في المواد البريتل، يعني لما نيجي نشتغل على مواد بريتل بنستخدم نظرية البرينسبل ستريس. لو اشتغلنا على مواد دكتايل هنستخدم ال فون ميسس. تمام. لأن هنا السيفت فاكتور، هنا خدنا 3، هناك كان واخدين 1.5. السيفت فاكتور في المواد البريتل بناخده أعلى شوية.